أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا مزارع يكثر فيها المشمش والخضار، ونحن نقوم بتجفيف ذلك ونبخره كما يجفف التمر ويبخر، فهل فيه زكاة إذا بلغ 5 أوسق؟ الشأن في الخضار والفواكه أنها لا تدخر، إنما الزكاة في كل حب وثمر يدخر، يكال ويدخر، في كل حب وثمر يكال ويدخر. وأما الفواكه فإنها تؤكل في الحال، ولا ورد أنها تزكى في نفسها، ولكن إذا اجتمع لديه شيء منها يريد أن يبيعه فإنها تصبح عروض تجارة، يزكيها زكاة العروض.